أهلا بحضراتكم من جديد، وللمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. بعد التحية، رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة هي شراكة وليست بيع للأصول، وأنها تصب في صالح البلدين. كذلك أكد رئيس الوزراء أنها تتم وفقا للقوانين المصرية. في رأيك يا فندم، كيف ترى أهمية هذه الشراكة؟ الحقيقه ان تصريحات دوله رئيس الوزراء النهارده جاءت زي ما بنقول بتقطع الطريق على كل المشككين وكل الشائعات اللي تم تداولها منذ الاعلان عن المشروع. دوله رئيس الوزراء اكد النهارده في سؤال ليه، وكان سؤال مباشر، هل ما يتم تداوله من شائعات عن هذا المشروع عباره عن بيع لاصول الدوله؟ الحقيقه ان التاكيد على ان الموضوع ليس بيع اصول، ولكنه شراكه، وشراكه محدده وبطرق قانونيه وطبقا للقانون المصري. النهارده دوله رئيس الوزراء اكد كمان على معنى في غايه الاهميه، ان ما تم في مشروع راس الحكمه وهو الافخم في تاريخ الاستثمار النقدي المباشر في تاريخ مصر، بانه يخضع للقوانين المصريه وللعوامل المحفزه للمستثمر الاجنبي، وفي ذات الوقت هو نفس البيئه المحفزه للمستثمر المحلي والوطني. وبالتالي أن الدولة المصرية لم تغير شيئا من قوانينها المحفزة، ولكنها مفتوحة وتفتح يديها وذراعيها لجميع رؤوس الأموال سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية، وأن هذه الحزمة من الحوافز وخلق البيئة المحفزة للاستثمار بمبدأ واحد وأصيل، وهو شراكة وليس بيع أصول، ولكن هناك فرق كبير ما بين بيع الأصول وإدارة الأصول. ما أعلن عن دولة رئيس الوزراء اليوم في هذه الشراكة الكبيرة والعنوان الكبير شراكة مصرية إماراتية، وفي الحقيقة إدارة جيدة للأصول وشراكة حقيقية منذ بداية المشروع وحتى استمراره إلى آخر مدى. وبالتالي ده يعني أنه استفاد من كافة الجوانب، ويمكن دولة رئيس الوزراء أكد على هذا وعدد الفوائد والنتائج التي ستعود على الاقتصاد المصري بالإيجاب إن شاء الله من هذا المشروع الذي نتمنى أن يكون باقورة مشروعات أخرى، وهناك مشروعات متوالية أكيد إن شاء الله وتتضخ بنفس المبدأ. صحيح. من الشراكة وليس بيع الأصول. دكتور هشام، ويعني حضرتك فتحت هذا المجال في الحديث أنها ستفتح أبواب لشراكات جديدة، هذه الشراكة المصرية الإماراتية تأتي تتويجا لجهود الإدارة المصرية خلال السنوات الثمانية الماضية لكي تحول مصر لواجهة استثمارية عالمية، يعني كيف ترى هذا الأمر؟ الحقيقة أن هذا المشروع لم يأتي من فراغ، ولكنه عبارة عن ثمرة من ثمار جهود كبيرة لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر والجو الاستثماري وخلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات ومن حزمة من الخطوات الإيجابية، سواء كان في مجال الاستثمار من حيث القرارات اللي أطلقها مجلس الاستثمار الأعلى برئاسة السيد الرئيس في أكثر من 22 قرار لتحسين جو الاستثمار، منها سهولة تأسيس الشركات، منها تقليل رؤوس الأموال الشركات، تخفيف القيود والخطوات في تأسيس الشركات، تخفيف الأعباء المالية والضريبية على الشركات، سهولة تملك الأراضي، إطلاق رخصة ذهبية ميسرة، وغيرها من الإجراءات اللي كانت خلقت حقيقة بيئة محفزة للاستثمار سواء كان رؤوس الأموال الأجنبية أو العربية أو المصرية، بالإضافة إلى إطلاق وزارة التعاون والاستثمار في مصر خريطة حقيقية لبيان فرص الاستثمار في 2018، توضح أن مصر تملك ما يقرب من 1000 فرصة استثمار حقيقي، وأن مصر بهذه الإجراءات ومن خلال الإجراءات اللي تم إعلانها أن وزارة الاستثمار في سبيل تنفيذ 100 إجراء محفز للمستثمر سواء المصري أو المحلي أو الأجنبي، وإطلاق مساحة كبيرة لرأس المال الخاص والقطاع الخاص للدخول في استثمار جاد تحميه الدولة ويحميه الاستقرار السياسي ويحميه القيادة السياسية والبرامج الاقتصادية الناجحة اللي بتطبقها الدولة المصرية،
وبالتالي احنا بنتكلم في جهد كبير جانبه، كمان بالاضافه الى الحاجه المهمه جدا 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 ان هذه الخطوات كان يواكبها اصلاح تشريعي حقيقي صحيح. في قوانين الاستثمار. يمكن القانون 72 سنه 2017 تم تعديل جوانب كثيره فيه حتى تتواكب مع الاجراءات اللي بتاخدها الدوله المصريه وتساعد في خلق بيئه استثمار حقيقيه. ده بالاضافه الى عنايه الدوله المصريه بتحقيق بنيه تحتيه حقيقيه تساعد على هذا الاستثمار. يمكن النهارده اشار دوله رئيس الوزراء في هذا المشروع انه القطار السريع اللي ماشي من يعني اللي موجود البنيه التحتيه اللي تم العمل عليها خلال السنوات الماضيه صحيح. شبكه طرق ضخمه جدا، شبكه تجهيز مواني، القطار السريع ايضا، القطار السريع، كل ده اضاف اليه ان هذه المشاريع عند بدايه تنفيذها لم تكن مشاريع ليست لها اولويه، ولكنها هي مشاريع حقيقيه لخلق بنيه تحتيه تستطيع ان تجذب رؤوس اموال اجنبيه ومصريه للاستثمار في مصر. وبالتالي هذه الاجراءات وهذه التحركات مع التعديلات التشريعيه مع الاقرارات اللي اتخذت مع الاجراءات المحفزه اعتقد جعلت مصر النهارده بتحتل رقم 14 في الدول الجاذبه للاستثمار وسوق القطر، متقدمه على دول كبيره مثل المغرب وتركيا وغيرها من الدول. لو تحدثنا اكثر عن يعني هذه الشراكة المصرية الإماراتية وكيف هي تضع مصر في محل ثقة المستثمرين حتى تفتح باب الاستثمار في شتى المجالات السياحية والتجارية في الأراضي المصرية الأيام القادمة. احنا بنتكلم النهاردة مصر 2023 كانت في قمة ومصاف الدول في إقليم شرق أفريقيا الجاذبة للأموال الأجنبية، وهي الأولى عربيا في جذب الأموال الأجنبية. النهاردة بهذا المشروع الضخم اللي تم الموافقة عليه والإعلان عنه هو مشروع رأس الحكمة، وما تلاه دولة رئيس الوزراء بأن هذا المشروع بتدفقاته المالية الأولى سيليه تدفقات مالية تصل إلى 150 مليار دولار هيتم تدفقها من خلال هذه الاستثمارات في أثناء تنفيذ المشروع. إحنا بنتكلم في مشروع إجمالي فوائده بدخل على تقريبا 200 مليار دولار، وده معناه انه ثقه كبيره في الاقتصاد المصري برؤوس الاموال الاجنبيه والاستثمار النقدي المباشر انه يدير مشروع بهذا الحجم وبهذه الكيفيه، وبالتالي سيكون هناك نتائج ايجابيه وثقه اكبر في الاقتصاد المصري، سيكون مدعاه لرؤوس اموال اخرى واستثمارات اخرى في 100 فرصه استثمار اللي تم الاعلان عنها في 15 محافظه من وزاره الاستثمار والتعاون الدولي. احنا قدام بدايه خريطه وتنفيذ خريطه استثماريه كبيره، زي ما بنقول نتمنى ان يكون هذا المشروع هو بدايه لمشاريع اخرى، واعتقد سيكون هناك ثقه اكبر في المرحله القادمه بتنفيذ هذا المشروع. ويمكن بقول النهارده يمكن دوله رئيس الوزراء اشار ان الشراكه المصريه والدوله المصريه اتجهت من مشروع شراكه في كومباوندات او منتجعات او مجمعات الى شراكه حقيقيه في اقامه مدن بالمعنى المفهوم بالمدن المتطوره متكامله، وتحويل الساحل الشمالي من منتجع سياحي فقط الى مدينه متكامله صحيح فيها كافه الخدمات الى مركز سياحي الى مطار الى مستشفيات الى كل الخدمات الى كل الطبقات واستيعاب اكبر من ومنطقة جذب المصريين والأجانب، وبالإضافة إلى قطاع أشار إليه أنشطة السياحة وما تستهدفه الدولة المصرية من زيادة قطاع السياحة من 8 مليون ساح إلى 50 مليون ساح. أعتقد إن لو تم الكلام ده بدراسات الجدوى اللي تم الواضح جدا إن تم دراستها وتنفيذها قبل التوقيع على العقود، أعتقد إن هذه دراسات الجدوى لو تمت وتم تنفيذها أعتقد ستكون نقلة تاريخية في الاقتصاد المصري ان شاء الله في المراحل القادمه، وده ما سيعود بالنفع على المواطن المصري. صحيح. الحقيقه دكتور هشام هو يعني مشروع رائع من كل الجوانب، ووفقا لتصريحات معالي رئيس الوزراء سيوفر ملايين من فرص العمل خاصه طبعا لابناء مصر كلهم، لكن على الاخص ابناء مطروح. يعني كيف ترى اهميه هذا التوجه الجاد لدمج ابناء المحافظات كافه في عمليه التنميه؟ لا انا عايز اشير الى نقطه، وانا اثمن حرص دولة رئيس الوزراء أن يحافظ على حقوق المواطن المصري في منطقة سلوم ومرسى مطروح، أن هو أكد أنه لم يفته أن هو بيقول أن احنا حاصرين كل نبتة صحيح. كل فرد، لا ده كل نبتة، وبالتالي ده معناه أن الدولة المصرية معنية
بأن تقام هذه المشروعات ليس لوقوع أي ثمة ضرر على المواطن المصري، بل على العكس أن هؤلاء المواطنين وده ما أكده رئيس الوزراء هم الأكثر استفادة لأنهم الأقرب عند تنفيذ المشروع للاستفادة من هذا المشروع، وبالتالي كل شيء معد زي ما بيقول إن بدأ من تاريخ التفكير في المشروع بأن يتم تعديل أوضاعه وتعويض سواء مالي او عين كما اكد دوله رئيس الوزراء، وبالتالي فان الدوله المصريه حتى في تنفيذها للمشاريع الكبرى لم تنسى في لحظه من اللحظات ان يكون هناك نفع وعدم وجود اي ضرر للمواطن المصري، بل بالعكس سيكون هناك استفاده مباشره وغير مباشره للمصريين في مطروح والسلوم بدرجه اولى لانهم الاقرب وباقي المحافظات. الخريطه المعلنه في الاستثمار في 15 محافظة، وبالتالي هذا النهج من السياسة ودولة رئيس الوزراء والدولة المصرية يؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار، بل أن هناك نفع في هذه المشاريع سواء للمواطن المصري المقيم في المنطقة التي سيقوم فيها المشروع والعائد الباقي على المواطنين المصريين في كافة المحافظات. الحقيقة أنه هذا المشروع ليس فقط سيوفر فرص عمل متعددة تزيد عن 8 ملايين فرصة عمل، لكن أيضا بحسب حديث رئيس الوزراء وتصريحاته ستقوم بتشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية وكل الشركات اللوجستية وكذلك المصانع داخل مصر. تعقيب حضرتك. وطبعا يمكن دولة رئيس الوزراء أشار أن كل ما هو سيتم ما يتم الاحتياج إليه من مواد أولية، من مواد تشييد، من مواد بناء، من عمالة مصرية، من كل ما يتم استهلاكه في بناء هذا المشروع سيكون من خلال الدولة المصرية ومن خلال المصريين ومن خلال الشراكة المصرية. خلينا نتكلم بأمر بسيط انه يمكن اكبر مضمار بيتم تشغيل فيه كم كبير من الشركات وكم كبير من مجالات الاستثمار هو مجال المعمار ومجال البناء، يعني بنتكلم في صناعات مرتبطة سواء كان بمواد أولية أو مواد بناء أو مواد تشييد أو عمال أو شركات أو إلى آخره، كل هذا يؤدي إلى تنشيط عدد ليس قليل من مجالات الاقتصاد المصري في الصناعي وعدد غير قليل في تصنيع المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشروع، عدد كبير جدا وملايين من فرص العمل المتاحة سواء بصورة مباشرة في المشروع أو بصورة غير مباشرة في المصانع التي ستقوم بتنفيذ هذا المشروع. هل صفقات من هذا النوع في رأيك دكتور هشام يعني تزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري وصلابته؟ أكيد، وإحنا بنتكلم المستثمر دائما وأبدا بيسعى إلى الربح والمكسب والأسواق الجاذبة للاستثمار والدول المستقرة سياسيا حتى يتم رعاية هذا الاستثمار. خلي بال حضرتك أن هذا الاستثمارات الكبيرة من النقد الأجنبي المباشر دائما وأبدا بتسعى إلى الدول المستقرة الغنية حتى يتم ضمان الربح. النهارده بنتكلم أن يكون هذا المشروع الضخم يجي لدولة زي مصر من الدول النامية، ده معناه ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، ثقة كبيرة في القيادة السياسية، ثقة كبيرة في الاستقرار السياسي اللي موجود في مصر، ثقة كبيرة في أن مصر منطقة جاذبة وقادرة على نمو أي استثمار، وبالتالي لما يجي هذا الحجم من الاستثمار من دولة الإمارات العربية الشقيقة بشراكة مصرية أؤكد أن في زي ما بنقول توجه إن هيبقى توجه لكل الأموال رؤوس الأموال العربية زي الأموال القطرية زي الأموال السعودية، وهذا ما نطمحه إن هذه التجربة بإذن الله والعمل على إنجاحها ستكون بداية لكثير وكثير من الاستثمارات وثقة أكبر في سوق مصر وتأكيد على أن السوق المصري هو سوق جاذب وسوق واعد وبالتالي سيسمح للمزيد والمزيد من الاستثمارات إن شاء الله. جزيل الشكر لحضرتك دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، جزيل الشكر لوجودك معنا.